السلام، مرحبا بكم في فلوغ 22 ديال الحياة المملة ديالي اللي عجبتكم. وإلا جاك هذا الفلوغ ممل، عرف بلي راه عندك الحق. مشينا في يوم من الايام في واحد القاره من القارات، قاس ماليا ما بيات لقيت راسي مازال في هاد الريزيدون. صراحه واخا هكاك جاني الملل وقنط، حيت صافي طلع لي هادشي في راسي. صافي هبطت كنجري باش نخرج في حالاتي. المهم هبطت مع الدرو صافي، وانا غادي خصني ندوز من الباساج بيطون باش ندوز من الباب اللوراني وخرج في حالي. وانا غادي من الباساج بيطون باش نخرج من الباب اللوراني، صافي هو الباب اللوراني يعني خرج. المهم اخوان شديت الطريق، وانا غادي عطيه الطريق جابت لي الملل، وانا نخلي الناس يسوقوا باش نريح انا هنايا اون فاس هاد خونا كتعرفوا سمايكا از باك. عرفتي شنو الموميلو لونغلي بانوا لي طلو بلا تمكرهش نكريهم. جاني ملل، قلت ناكل كرموس على وعسى حيد لي الملل. واخيرا المهم كليت الاولى كليت الثانيه، جا لي الملل وانا نمشي بحالي. شديت الطريق عاوتاني، بقينا شادين الطريق حتى طاح الظلام. صافي بقينا غاديين شادين الطريق، قال لك حق راه كاينه شي صواري في الرباط. المهم حنا شدينا الطريق ديال تطوان باش نمشيو من تطوان الرباط. المهم اخوانا باش حيدوا الملل وصافي. حنا وصلنا للمدينه يعني خصنا نهبطوا. صافي هبطنا تمشينا شويه قربنا. المهم خصنا ندخلوا مع الباب. المهم دخلنا الصواري، لانيماتور دخل خلى معانا الملل. عرفوني ممل، مشيت الصفوف الاماميه في اي بي. المهم خونا بدا كيغني شويه. المهم حياه زويونه عادي ما كاين ما يدار. سال المغني الاول، دخل زكريا غفولي. المهم صافي هو داخل كيغني، عرفتي بديت كنهيط شويه من الملل اللي كنحس به بالاغاني ديالو. صافي وانا كنصور عادي شاد ستون، عرفتي بديت كنهيط شويه من الملل. واحد شويه ويبدا يشوف فيا كيقول هو ماشي هو. لا راه بدا كيحقق فيا واش انا الممل. تنكريت، بقى فيا الحال خرج باش نمشي فحالي لدارنا، للدار البيضاء، حيت عرضوا عليا باش ناكل معاهم الكلاص في عين ديالي. المهم شديت الطريق ديالي من الرباط للدار البيضاء، وصلت للدار خصني نبدل الحطه. اخوان كي جاتكم الحطه ديال الممل؟ ناضي اخوتي. لا عاجبني. سولت المشاه قالت لي ناضي. المهم صافي انا واجد باش نخرج اخوان، واقيلا غنحيد الملل هاد النهار. المهم درت المازوط اخوان، المازوط طالع واش طاق. المهم صافي شديت الطريق ديالي اخوتي عادي، ما نقلبوش عليها. المهم بديت كنحيد شويه من الملل، سمعت سوتير عادي، هبطت عاتي. واخيرا اخوتي عاتي الجو زوين وخفي شويه الملل ضروري، ولكن هاد بامكاني نطلع نمشي من الطريق العاديه. خرج مع السوتير وانا نطلع مع السوتير الاخر اخوان، عاتي الجو زوين. المهم بقيت غادي مع السوتير، بديت كنحيد شويه من الملل اللي كنحس به وخا قنط. المهم هبطت حطيت الطوموبيل ونتمشى على رجلي اخوان. الممل في عين الدياب الله. المهم بانت لنا القهوه هادي قلنا ندخلوا ليها. المهم على واسا نحيدوا فيها شويه من الملل اللي كنحسوا به. المهم صافي اخوان معجلس، بغيت نجلس هنا جاني الملل، وانا نجلس في هذا الكرسي هذا باش نخليهم هما يجلسوا اون فاس معايا. حطوا لي الموني، بديت كندور فيه كيصحابوني ما فهمتوش اخوان، بصح ما فهمتوش. المهم بداو يحطوا لي لي موني بزاف، زعما راه الا ما فهمتيش هذا تفهم هذا. المهم اخوان كنعرف نقول جي دورونج. المهم صافي مع وصل قلت لي جي دورونج، وقيا ما كاينش قنط ما كاينش لا جيب لي حاجه اخرى. المهم خرجنا في حالنا، قطعنا من الباساج بيطون باش ندوزوا شي قهوه اخرى ولا شي لعبه. المهم حق الكلاص دزنا لهاد البلاصه هادي. المهم دخلنا معاه باش ناخذوا الكلاص. المهم مع وقف وانا كنتسنى بلي الزحام، جاني الملل قنط. قلت له بناقص من هاد الكلاص، قلت لهم صافي زيدوا قدامي نمشيو فحالنا. المهم اخوان بديت كنهيط شويه من الملل، وان ميم طون فيا الملل كثر من الملل اللي فيه انا. المهم وحنا غاديين بنا واحد الكلاص عادي، المهم حانوت زويون خصنا ندوزو ليه ضروري باساج بيطون. صافي ديتهم حتى الباساج بيطون حنا نقطعو باش نحيدو شويه من الملل. وصلنا للكلاص، نعت لي بيديا في الشكلاط وبعينيا في اورونج، عطاني الشكلاط عادي ولا نبدا ندير لهم في عين دياب داكشي ديال الكوار. المهم اخوان خديت معايا الباروك هنا في الشوميز. المهم اخوان ما كاين حتى مشكل، بقى فيا الحال مشيت هزيت الطوموبيل ديالي وانا نقول لهم يلاه غادي نمشيو، ما يمكنش اصلا الشوميز ديالي توسخات. شديت الطريق وانا غادي عادي. المهم طالق قران كنسمع القران. المهم صافي ويبان لي واحد المنظر عاتيك حيد شويه من الملل اللي كنحس به، واخا انا كاعب لي هذا المنظر ضحك حتى نتوما تكونوا ضحكتوا، ولكن انا المهم صافي شدينا الطريق بالي السوتيرام تسدو تفو، واقيلا ما نحيدوش الملل اليوم ناري قنط. صافي وصلت وانا نسكت الطوموبيل وانا نهبط ضروري، سديت الباب بطبيعه الحال حيت الا ما سديتوش ما تسدش الطوموبيل بهاد اللعيبه ديال تك تك. المهم اخوان المهم ما حيدتش الملل باش نكونوا فاهمين ضروري، ديت معايا اللعيبه هادي وسخت الشوميز وحيت ما كليتش دومون ديت ما نسيت على شي حاجه ناكلها. المهم اخوان جاوني في الوقت تبارك الله عليهم، خويا الدري ظريف جاب لي ما ناكل مع جوج ونص الليل. المهم صافي خديت هاد اللعيبه هادو وقلت لي شكرا. صافي مشى مسمعني جاب لي الملل، صافي حليت الباب ويتلقى لي هاد المشاه هادي. قلت لها طلعت لي ونقسم على واسا هاد الماكله هي اللي تحيد لي الملل. المهم تهلا واخوتي تناكل، وما تنساوش تقولوا لي شنو هي المدينه اللي الا جيت لها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. وما تنساوش بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجي الملل. اخوان والله ما كاين اللي كيحيد لي الملل قد لي كومونتير ديالكم.